السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى تكونوا على خير وبخير. فهاد الحلقة إن شاء الله واللي غادي تكون تتمة الحلقة السابقة واللي ذكرنا من خلالها واحد السؤال اللي تيقول: لماذا هناك بعض بومبات الدفع أو مضخات الضغط تدفع فقط 50 لتر في الساعة عكس الأخريات اللي كيدفعوا 200 لتر، كاين اللي تدفع 1000 لتر، كاين اللي كتدفع 600 لتر. لماذا هذه بومبة الدفع تقوم بدفع يعني 50 لتر في الساعة؟ لماذا ارتأت الشركة بصنع بومبة الدفع تدفع فقط 50 لتر في الساعة؟ إذا السؤال يعني كأيتها يعني أي شخص سألتي هذا السؤال راه غادي يقول لك لأنه بومبة الدفع يعني مخصصة للماكينات الصغيرة. لكن المبتغى من هذا السؤال وهو كالتالي: اذا نشوفوا بعدا، لاحظوا معايا انه كاين بومبات دفع كتقوم بدفع 1000 لتر في الساعه، وهناك بومبات دفع تقوم بدفع 600 لتر في الساعه. لاحظوا معي. اذا الاخوان الى لاحظتوا هذه كتدفع 600 وهذه كتدفع 1080 لتر في الساعه. اذا الاخوان كيف ما شفتوا ان بومبات الدفع تختلف، لها يعني حجم متقارب جدا لكنها تختلف في الدفع. فهناك 50 70 180 200 400 600 حتى 1000 كما لاحظتم معي. السؤال ديالي تبقى المغزى ديالو، وهو ليس ان من نعرفوا اي انسان سولناه غنقولوا ليه بدي راه ديال 50 و 100 يقول لك هذه راه ديال الماكينه الصغيره وهذه ديال الماكينه الكبيره، مزيان. لكن اللي بغيت نوصل ان الاخوان انه مع عدد الاخوان تيشريو ديال هو عنده تروا جروب، وقعت ليه مشكل في البومبه ديال تروا جروب، واذا به شرا بومبه جديده ولكن راه ما عارفش الفونكسيون ديالها. اذا كياخذ بومبه للاستعمال المنزلي وكيركبها في تروا جروب، الور فني كيجي يعني اي فونكسيوني يستخلص في جروب واحد فراها مزيانه، ولكن اون فوا كيخدم جروب ثاني كيبقى يسمع الضجيج لداخل، كيسمع البار تينقص، تي يعني كيوقعوا مشاكل، تيوقع يعني واحد الاهتزاز داخلي في الماكينه يعني في البومبا ضجيج، كاين علامات كتوقع. اذا حنا كننبهوا الانسان انه يعني ينتبه لهذه المساله هذه. اذا البومبات يعني الانسان اللي هو يراه ياخذ البومبا يعرف الفونكسيون ديالها شحال، لان دو جروب كتبقى ديال دو جروب، وتروا جروب كتبقى ديال تروا جروب، والان جروب كتبقى ديال الان جروب. هذا علاش وضعوا شركات وضعوا لي جي كلور، لي جي كلور انتيغري، لي جي كلور انتيغري باش كينظموا الدفع ديال مضخات الضغط. هنا كيتنظم باش كيكون الاستخلاص خروج الماء تيكون منتظم، يعني الى قمنا بوضع بومبه ضغط ديال 1000 وحطيناها يعني وضعناها عوض بومبه دفع مكان بومبه دفع اللي كتدفع 170، فهنا كيكون فارق يعني فرق واسع. يعني خصنا نضيفوا لي جيكلور اللي غادي ينظموا لنا الدفع ديال هذه البومبه اللي هي يعني في الفونكسيون ديالها يعني قوي. هما راه كلهم هما لي بومب كلهم كيدفعوا جيست ما بين 16 18 البار، لكن في الدفع في الدفع يعني الدفع تيكون يعني في لوكا اللي كيكون لانستالاسيون ديال الاستخلاص. هنا هل هاد البومبا واش قادره تدفع 3 هاد 16 بار او هاد 10 بار او هاد 9 بار، واش قادره تدفعها 3 د الجروب اضيف رومبليساج اوتوماتيك، يعني الملء اوتوماتيكي، او ان هذه البومبا غير قادره باش تدفع ثلاثه ديال الجروبات اضيف الى الملء الاوتوماتيك. هنا راني كنعاود نشير الى انه راه هنا كانت الشركات يعني المصنعه راها يعني عطات يعني لو كومباريزون ديال لا بومب دوتر بار. الور هاد لا بومب كتدفع 1000، الور عطات مثلا 5 ديال لي جيكلو انتيغري بلس دي بي متر بلس جيكلور ديال الجروب، عاد كيوقع عاد كيتم الاستخلاص، لان هاد لا بومب عندها قوه انها ديال 1000 انها تدفع
ثلاثة ديال الجروبات في آن واحد، وكذلك إلى وقع الرومبليساج ما كطيحش البار، يعني كتدفع حتى الرومبليساج. وهذا علاش أنا كنوصل الإخوان يركزوا معايا، حاولوا الله يخليكم تبقاو تفرجوا الفيديو كامل باش تستافدوا. هذا علاش كنلقاو لي تيوب اون كويفر اللي غادي لا بومب لا شوديير تلقاوه فيه جي كلور. هذا عدد الإخوان اللي كيمشيو يحيدوا داك الجي كلور. اش كيوقع؟ تيوقع ان الوقيته اللي كدير الرومبليساج كتخوى البار، كيضيع، كيمشي كله يعني لا شو ديال. اذا الشركه المصنعه ملي كتاخذ واحد لا بومب وكدير لو تيست، راه كتوالم ديك لا بومب مع الريوس ديال لي جي كلور اللي كاينين. السيله كانوا ثلاثه او اربعه، يعني ثلاثه ديال 3 جروب جي كلور بلس ان جي كلور ديال الرومبليساج ديال لاشو ديال الرومبليساج اوتوماتيك. اذا هنا كي خاص الى خدم اي واحد، اذا تيبقى الضبط، تيبقى البار مدفوع يعني 100%، يعني ما كيهبطش ليكوي. واحد العدد راه غادي نقول لكم انا هذه النقطه، واحد العدد راه غيلاحظها عنده شنو هي. هي انه كيكون كيستخلص في واحد اللحظه تخدم الرومبليساج اوتوماتيك ليكوي، تيبان له هابط. إذن هنا كنعرفوا انه راه لا بومب سي با يعني ميم ريغلاش، او راهم يعني الحريفي راه لعب في لو تيوب اللي غادي البوطه ديال الرومبليساج، يعني حيد لو تيوب ودار تيوب، يعني كيرمي الماء بزاف في لوكا اللي راه كدير الرومبليساج اوتوماتيك. الماكينه يعني كتخوي داك البريسيون من الجروب وكتمشي البريسيون كلها البوطه ديال لاشوديير، الوغ كيوقع الاستخلاص كيضيع. الا كانوا عندك ثلاثه ديال لي جروب كيعصروا في ان واحد، علم اليقين انهم راه ثلاثه القهاوي غيضيعوا لك، مع العلم انه راه الا بقيتي تقطع وكتشعل على القهوه كتقطع وتتشعل، راه ما غاديش تطلع لك لاموس جامي، بلا ما تحمق راسك. لو فوا كتقطع القهوه حيدها، ما تعاودش تشعل عليها. الله يخليكم، راه حاولت ندرج باش نرتاح ويكون الشرح ديالي يعني اللغه العربيه سي كاين شي كلمات اللي ما يمكنليش نبقى انا كنكتب وكنعاود، المهم الدارجه باش غادي والاخوه اللي راه ما يفهموش الدارجه الخارجيين، مرحبا ما كاين حتى مشكل، خلونا ولا تجيو لجوجل ويعملوا تخافير الدارجه مع اللغه العربيه وراه ما يفهموا. المهم هكا غادي باللغه الدارجه غادي نحاول نشرح اكثر، وغادي باش الناس كلشي يفهمني. اذا الاخوان انا كنرجع، اذا كاينين لي جي كلور اللي كنضموا بالضغط، هاد لي جي كلور كيخدموا الفونكسيون ديالهم سولو لا فونكسيون دو لا بومب. الا خدينا دو جروب وخدمنا لها لا بومب ديال 1000 ولا ديال 600 ولا ديال 300، راه غادي راه خاصك تحيد لي جي كلور اللي عندك وتعاود يعني تغيرهم دي جي كلور رقاق، الفوهات ديالهم رقاق بزاف باش تنظم الضغط. ربما راك تبدل غير البومبا وغادي تبين لك ان الماء تيخرج بزاف، غتقول لها سي راه مشكل عندي يعني في الماكينه، وغتبقى واحد. اذا هنا الاخوه راني كنركز وكنعاود وتنعاود، راه يعني لي فيديو اللي عندي كل مره راني كنعاود باش تدخل باش تكون المعلومه يعني مضبوطه. اذا الاخوان راه غادي نعطي بالنسبه للفلويتاش، هادو دو بومب بحال فلويتاش، ولكن في الحجم ديالهم. اذا هنا الحجم غير متساوي، اذا كما تلاحظون هذه يعني كما تلاحظون اعتذر، اذا وحده زايده على وحده. اذا هذه راه يعني غير مصنعه باش يعني باش تستعمل التروا جروب والدو جروب، فيهم دي مارك تيخدموا التروا جروب والدو جروب، ولكن الانسان ياخذ منها الا كانت هادو كان افضل، لان هادو مخصصين دو جروب تروا جروب. حتى الان جروب بروفيسيونيل غير هادو فيهم دي مارك تيخدموا 50 لتر بزاف، يعني الانسان ياخذ الا كانوا من الافضل ياخذ هاد لامارك. هذه كنصيحه يعني، واللي بغى الانسان كيبقى داكشي يعني السوق ديالو. مع غير الاخوان الله يخليكم، غادي نقولوا يودي وربما راه حنا باش غادي نعرفوا ولا باش هذا علاش كنبغيو ناخذ الماكينه تكون بياسا دوريجين. مزيان، غادي نوليو نقطة واحدة أخرى. غتقول لي ودي ربما أنا حريفي وراني ما راني خصني نعرف زعما هاد العملية كيفاش باش نعبر أنا هاد البومبا، يعني غادي يكون عندها مشكل واحد فاش غالبية الصناعية راه غادي يراقبوا هاد المسألة، غادي يلاحظوا هاد المسألة، وهي
الماكينه في وقت الاستخلاص كدير رومبليساج، في الرومبليساج كيطيح البار، كيطيح ليكوي، ليكوي كيهبط مزيان. غادي نقول ليه يعمل ثلاثه ديال الثلاث، لانه باش نهضروا منطقيا، راه الا باغي نعبروا البار نورمالمون راه تيتعبر بان مانومتر، تيخصو يكون يعني يكون كيس يعني فيه واحد الثقيبه صغيره، عاد تخصنا نخدموا البار، عاد كنعرفوا البار الحقيقي اللي كان في البومبا. الا باغي نعبروا البار راه خاص ان مانومتر يكون فيه واحد الثقيبه صغيره، يعني يكون هاد البار يعني ما يكون كيتعبر، حتى تيكون مثقوب، تيخرج واحد شويه ديال الماء. ملي كتزير خاص الماء يكون كيخرج، وتشوف البار شحال عندك، هذاك الماء بلوس البار، هذا راه الواقع ديال البار. راه الا عبرنا البار وما كانتش ديك الثقبه ورجلنا البار، السر ما غنعرفوش اكزاكت لا بومب شحال فيها من البار، ما غنعرفوش، ما عندناش التاكيد الصحيح، حيت الا ثقبنا ابري، الا ثقبنا شي ثقبه وخلينا الماء كيخرج، هذاك البار غيطيح لينا، ما يبقاش داك البار هو نفسه اللي كان بلا يعني بلا ثقب صغير. يعني الجروب خصو يكون مثقوب واحد الثقيبه، راس ليبرا، راس داك الجيكلور اللي غادي لا شوديار اللي غادي للبوطه، متفقين؟ الور ملي كنديرو ان جروب وكنعبروا بالبار وكيكون فيه واحد راس ديال الابرة مثقوب، يعني هذاك راس الابرة راه بلوس مثلا 10 بار، راه هذاك راس الابرة هو داك الجيكلور اللي عندنا لاصق في البوطه، اون كا الى وقع الرومبليساج اوتوماتيك اش كيوقع؟ البار ما كيهبطش، كيبقى في 10 بار، متفقين؟ الا ما قمناش بهذه العمليه وعبرنا البار بلا داك الراس ديال ديك الثقيبه، سور سيتين الا خدمت الماكينه في الرومبليساج راه غادي يطيح لينا البار، ليكستراكسيون ضاعت لينا مشات. اذا الاخوان ما نحتاجش نكرر هذه المساله هذه باش ما نطولش الفيديو، صافي راه حنا دوينا دابا اللي كاين البار، راه حنا طرقنا المسمار ديالو. بالنسبه لي بومب صغار لي ماشين دوميستيك هذوك بلوس، لانهم راه ما عندهم ديجا ان روتور سوري سيرتان، باسكو انا غادي ندخل حلقه في حلقه مزيان. لي ماشين دوميسيل غادي نديرو ان شاء الله البراتيك من بعد، انما غنعطي واحد الفكره باش الاخوان سيرتو الحرفيين وسيرتو حتى الهواة وحتى الناس اللي ما عندهمش علاقه باش يستافدوا معنا. راه لا بومب فيبرون، فوالا سي لا بومب فيبرون، الور لا بومب فيبرون الا سديناها من هنا، واخا نبيرجيوها ونخدموها ونسدوها من هنا، غادي تحبس، ما غاتبقاش تدفع، غادي توقف. الور هاد لي بومب سي اوبليجي ان خصو يكون عندها لو بي في. شنو هو هاد لو بي في؟ هو ان روتور اللي كترمي منه الماء للريزرفوار او الباسال، متفقين؟ مزيان فهم هاد القضيه. لكن لي بومب فيبرون هما عندهم اون كلابي انترن اللي كتعاود دور داك الماء، وكتدفع لك غير قياس، الا درتي 10 كتدفع لك 10، هادي بلا روتور، ما فيهمش الروتور. هذا هو الفرق بين لو فيبرون وبين الروتاتيف. الروتاتيف عندها انتيغري عندها كلابي، كتعمل داك الماء كتخليك يعني الا ضبطتيها في 10 هذاك كيبقى يدوز غير 10، ولكن الباقي كيدور غير هنا. انما الفيبرونت لا، الفيبرونت اوبليجي خصها يكون عندها روتور، متفقين في هذه المساله هذه؟ اذا حنا شرحنا دابا هادشي اللي غنديروا ليه ان شاء الله البراتيك من بعد، وغادي نبين لكم ان هذه الا سديناها وبقينا كنفحي داك الراس اللي كيبقى يدفع الماء وكيدخلو، صافي ملي كيتبرو كتيحبس، ما تيبقاش يدفع الماء، اذا حبست تقدر تحرق ليك. اذا سي اوبليجي يكون فيها لو بي في، لو بي في يعني اوبليجي تيكون فيها واحد لونتي روتور، فوالا سي كوم سا، هذا سي تان اونتي روتور. فوالا هذا سي تان اونتي روتور، كيدوز الماء، كيمر الماء لا شوديار من هنا، وهذه ديال لا روتور. اذا هذه ملي كنبغيو نقصوا او نزيدو كندخلوها وكنخرجوها هنا، راه كتنظم لينا الدفع. اذا حتى الا حبسنا، حتى الا عملنا مثلا عملنا قهوه مزيره بزاف وزيرناها، ممكن داك الماء اللي كان يخرج لينا منها عنده منين غادي يخرج؟ غادي يولي يخرج لينا منها وغادي يمشي كامل. فعلاش؟ حيت الا نظمناها في 10 بار
كيعود 10 بار تدوز تدوز لينا لاشو ديال، وخمسة بار او ربعة بار او ستة بار كدوز لينا كترجع لينا للريزرفوار. مزيان، دابا حنا طرقنا المسمار في هذا الموضوع هذا. اذا دابا لو بي في سي اوبليجي يكونوا في لي ماشين. بالنسبه للاخوان اللي راهم تيقول لك البار شحال فيها من بار، شحال فيها من كذا، شحال فيها من كذا، مساله غلطه. ورحنا ديجا سولوني بعض الاخوان وجاوبتهم على اساس انه راه لي البريسات الكبار تيخدموا فقط 9 10 بار، البار ماشي مهم. جيست خاص لي ماشين كوم مينيموكا خاصها 12 بار. لا باغي تعمل استخلاص توب. علاش؟ لانه راه داك لان دابا هاد لي فيبرونت يعني كي دات الدفع المتقطع وليس المستمر. ماشي بحال الروتاتيف. الروتاتيف عندها دفع مستمر ما كتحبش. هذا علاش كيكون يعني بحال اش غنقول يعني 7 غرام كتعطينا مزيان القهوه في هذه، وما كتعطيناش 7 غرام في هذه مزيان. علاش؟ هذه يعني خصك على الاقل خصك نورمالمون 14 غرام، وهذه غير 7 غرام. هنا غندخلوا عاوتاني حلقه واحده اخرى، هنا غادي يعني غادي نبينوها، حيت الحمد لله راني كديجا قلت لكم هادشي ديال القهوه راه عالم، وعالم لا ينتهي، لان هادشي بحر القهوة. الإخوان لاحظوا وغادي تقوموا بواحد التجربة، يعني هذه كتقطع يعني دفع متقطع، يعني ممكن تشعل وتطفي وتشعل وتطفي وتشعل وتطفي، واخا دير واخا دير حتى 20 غرام ما غاديش تعطيك القهوة مزيان. واخا دير حتى 20 غرام ما تعطيكش القهوة مزيان، لأن غادي يكون الدفع ديالك يعني داك الدفع الطريقة باش أنت يعني بطيئة، ماشي بحال هي كتدفع مجهد يعني بواحد الطريقة اهتزازية يعني عالية. انت يعني نورمالمون الى عملتي عمليه الاهتزاز ديالك، هذيك العمليه ديال الاهتزاز ديالك غادي نقدروا ندوبلوها بواحد 400 باش نوصلوا ليها. اذا هي يعني الاهتزاز ديالها عالي عالي جدا. انت لو جربتي الاهتزاز ديالك وعملتي بواحد الطريقه يعني سريعه ما غاديش تعطيك القهوه مزيان. علاش؟ لان القهوه ان فوا كتقطع عليها وتجي تعاود تشعل ديك لابريسيون كترجع كتمشي صافي كتضيع لك، مشات لك لابريسيون، يعني كترجع غير كتغسل القهوة من بعد، وخا تكون القهوة كيف ما بغات تكون. راه هذا علاش ذكرت قبيلة قلت بلي راه ما خاصش القهوة تقطع عليها. إذا هذا هو السر، أن 7 غرام كتعطينا في الروتاتيف، في الروتاتيف كتعطينا 7 غرام مزيان، و 8 غرام و 9 غرام. وهذا هو هذا هو الحائر المحير للناس. يقول لك علاش سيدي 7 غرام كتعطي الناس القهوة وحنا ما كتعطيناش؟ لان هذه الدفع متقطع ما عندهاش، ما يمكن لهاش تعطيك في 7 غرام بتاتا، لان كتقطع. هما المصنعين كثروا الجراماج، كثروا الجراماج، داك الجراماج يعني في الدفع ديالها المتقطع كيبقى داك الدق، كيبقى فقط مشكل ديال الدق. باش نكونوا واضحين، المشكل ديال الدق ما غاديش يعطيك في 7 غرام تبتاتا، حتى في 10 غرام وما غيعطيكش. الور سي اوبليجي تخدم 14 غرام. 14 غرام كتعطي توب امبيكابل، تعطي قهوه قاصحه مزيانه. اذا هادشي ان شاء الله راه حنا غادي نديرو ليه، غادي نعاونو ليه ان شاء الله حلقات وغنشرحوه دي طاي. بالنسبه للاخوان لا 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 يعني السؤال يعني نشوفوا حاجه اخرى ما دمنا كندويو، غادي ندويو على هاد البلي بلاستيك اللي تيكونوا بارفوا في هاد لي بومب. عاد كتكون لاصقه هاد البومبه في الماكينه، يعني الماكينه خلاص لا بومب راه عندها بحال بادي اون ان موتور، ها هو راه عنده سميتها عندها يعني البات باش ما كديرش الاهتزاز الصداع. غتقول لها بدي هاد لي بات. اذا واحد العدد ديال الحرفيين اللي كيرميو هاد البلاستيك هادي، هادي ما خصهاش ترمى، حيت هادي ما تدارت الا وكان عندها واحد الدور لداخل، حيت الا حيدتي هادي راه كتبقى تسمع شويه الصداع، وخا البات كتبقى تسمع الصداع. هادي ما تتحيدش، هادي راه كتحيد 50% الصداع، اضيف ان البات عاوتاني تيحيد حتى هو 50% ديال الصداع ديال الصوت. اذا كتولي 100% ما تسمعش الصوت، ولكن الا حيدتي هاد البلاستيك هادي، الى حيدتيها
الى واخا نحيدوها غندخلوها راه غتبقى في نفس المكان، يعني ما كيتزاد ما كيتنقص، ولكن غادي تزيد لك الصداع، يعني غتولي تسمع الصداع في انتجري في الماكينه. شوفوا الاخوان شحال دوينا على بزاف ديال المعلومات. انا كنحاول لانه راه ما عندناش الوقت باش نبقاو مقابلين لليوتيوب، اذا انا كنحاول انني نعطي الاخوان قد على قدر الممكن في 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 يعني في المعلومات. اذا دوينا الاخوان على لي بومب بالنسبه لهادو، اضيف اضافه اخرى الى ان هادو ممكن تركبهم، يعني تخدمها يعني اون بومب على برا وتخدمها المينيموكا، لانهم عندهم دي شوديير ماسيف صحاح، دي شوديير صحاح، ولكن بالنسبه لهادي تتخدم بالنسبه يعني للبروفيسيونيل السومي بروفيسيونيل، وممكن تخدمها يعني المينيموكا الكاجيا بالنسبه لهادي. انما بالنسبه ديال الدفع يعني الكبار، ما يمكنلكش دابا هادي، ما يمكنناش نخدموها لهادي، ولكن ممكن نخدموها لكاجيا لان عندها ان شوديير ماسيف، شوديير صحيحه. انما هادي حذاري انك تخدموها اللي عنده يعني اكسبو بار، اللي عنده في بيام، اللي عنده هادو راك تغامر بلا شوديير، ممكن تضيع لك لا شوديير، لان هادو راه عندهم لا شوديير على واحد الدرجه مضبوطه الحراره ديال الضغط. انما بالنسبه للمينيموكا غازيا ديلونغي هادو كلهما عندهم يعني لي شوديير ماسيف، اعطيها الضغط اعطيها حتى 200 بار، ما تخافش على لا شوديير، تخاف على الفيكسيبل، تخاف على لونتيروتور كيف ما ديجا دوينا. اذا الاخوان راح نعطينا واحد الكم ديال المعلومات، بقينا ان شاء الله البراتيك، راح غندوي ان شاء الله على البراتيك حتى هو، يعني ايه باش ما نكثروش عليكم يعني في الحلقه. اذا الاخوان راني يعني في الحلقه السابقه يعني اللي قلنا فيها ودي ديال 50 50، وكاينه 50 لتر والسلسله، انا حاولت داك السلسله حاولت نختصرها في هذه الحلقه باش نعطيو يعني معلومه مجموعه بلا ما نبقاو نديرو 2 دقائق 3 دقائق، يعني حنا عطينا معلومه، يعني خص الاخوان يدخلوا يتفرجوا باش يعرفوا هاد لا تكنيك اكزاكت، يعني باش ياخذوا الحيطه والحذر ديالهم من هاد من هاد من هاد المسائل اللي الانسان راه ما تينتبه لهاش. مع العلم راه كيف ما قلنا حتى هذا راه سر خفي، الانسان تيخصو يرد ليه البال، وهو شراء بومبا يعني تكون ذات دفع يعني لائق بالماكينه، مخصص للماكينه اللي راه عنده. والاخوان الله يخليكم، الاخوان الحرفيين ما يحيدوش ما يبدلوش تيوب اللي فيه جيكلور اللي غادي لا شوديير، لان داك راه تيوب راه 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 عنده تساوي متساوي مع لي جيكلور اللي كاينين. هذيك وصيه الله يخليكم الاخوان، مع احترامي لجميع الاخوان اللي راهم في الميدان، راه ماشي حنا ماشي كنطيحوا من شي واحد او لا، حنا كنعطيو واحد المعلومه مضبوطه حيت الناس راه ما عارفينش هادشي، نضرب بالمنطق واعلم ما اقول، ولا تحرفوا واعلم ما اقول. متفقين؟ شحال واحد تيقطع داك التويون كيسودي وكيدير، ولكن كيولي الماء كيدوز، شحال واحد تيشد داك التيوب اللي غادي لا شوديير وكيبدا يوسع في داك الجيكلور، واذا به كيبدا يطيح له البار، راه لا بريسيون ما خصهاش تهبط ديال 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 القهوه، ما خصهاش تهبط، خصها تهبط على النيفو على 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 لا بريسيون المضبوطه، يعني المعلومه. اذا الاخوان ان شاء الله راحنا غادي نقوموا في حلقات ان شاء الله المقبله، اننا ان شاء الله غادي نحاولوا اننا الايزوماك غادي نحاولوا اننا نركبوا لها ان شاء الله يعني بومب روتاتيف، لان فيها اون بومب فيبرونت، وكذلك غادي نحاولوا ان شاء الله حتى بالنسبه للكاج المينيموكا غادي نحاولوا نديروا الاخوان عاوتاني الهاوي اللي ليهم هاوين كيفاش يديروا لا موديفيكاسيون وكيفاش الاكستراكسيون ابري غتكون ان شاء الله. ولنا موعد، تبارك الله عليكم وتحياتي، وكنبغيكم في الله. السلام عليكم ورحمه الله.